ويلكم يوتيوب ورجعنا لكم بفيديو جديد والفيديو هو فيديو النهاردة نتكلم عن أغنية أنا الملك وردة فعلنا على أغنية أنا الملك اللي طلعت بعد نمبر 1. والأغنية دي صراحة فيها كمية غرور غير طبيعية صراحة، فيها حاجات كده يعني هو يعني الكليب أو بداية الكليب جايب لك كده اللي هو إيه عربيات اللي هو إيه راس السلام معاه ثلاث عربيات لامبورجيني، عندك ممثلين أحسن منه بكتير جدا وما بيعملوش يعني ما عندهمش كمية اللي هي الغرور دي اللي هو إيه يا عم في ممثلين كتير أوي أصلا معاهم فلوس ويقدروا يعملوا اللي أنت بتعمله ده، بس هما اللي هو إيه احنا لا بنطلع فجأة بس بنعمل بنضرب، لكن هو وعشان مثله كده على فكرة جمهوره هيقل شوية كده نسبة نسبة الجمهور بتوعه يعني ايه. انا عجبني منه بس مثلا ابن الحلال هو ده الوحيد اللي اتفرجت عليه، ولا اتفرجت على الاسطورة ولا اتفرجت على اي حاجة، لكن هو كده بدأ يقل في نظري. حتى كمان على فكرة الاسطورة مش حلو، هو يعني بيغني مش حلو يعني تحس انها شعبي ومفيهاش دراما شعبي وغريبة كده، وغير كده هو اصلا كان حتى قاعد في حمام سباحة كده ومعاه بنات وحاجات يعني بلاش بوظ الدنيا خالص. وانا متاكد ان احنا هنروح لقيت الاعتماد شوف ما صح، احنا في الوقت اللي احنا بنعمله فيه ده احنا شايفين، انا شفت اول ما الاغنيه نزلت شفتها من ساعه بعدها ما عدتهاش تاني، من ساعه جابت 150 الف فيو يعني انا متاكد ان محمد رمضان برضك هيعمل نفس اللي عمله في اغنيه نمبر 1 اللي هو ايه هيطلع اول ترند وهيقعد شويه في الترند شويه، وكمان وكمان هيطلع على الانستا وهتلاقي ناس كتير قوي بتعمل عليه ميوزيكلي، وطبعا الناس بتوع الميوزيكلي هيمسكوا الاغنيه ويعملوا عليها كلها، ومحمد رمضان هينزلها عنده ستوري في الانستا وهيقعد يشيرها جامد جدا طبعا. كل ده شهره للاغنيه برضه، كل ده شغل الاغنية. الصراحة ده رأيي في الاغنية انا واخويا، الاغنية مش حلوة وفيها كمية غرور وكليب مش اللي هو برضك زي نمبر 1 يعني، وبرضه حتى ستوم يعني لو صوته حلو لو صوته حلو ممكن اقول لك ماشي عادي. يعني تامر حسني عمل البوم كبير او حلو، لكن هو ايه عشان يمشي يعني مع الناس يمشي مع اللي حاصل يعني في الايام دي اللي هو الشعب بقى والحاجات دي. هو بس كده صراحه الفيديو ده سريع اساسا، الفيديو ده خلص، بس احنا عايزين نقول لكم راينا في اي حاجه طبعا بتطلع. طبعا في متابعينا او الناس اللي بتشوفنا هتقول لنا انتوا فين دلوقتي، اقول لكم انا ما غيرتش السيت اب ولا حاجه، ده مش بيتي، انا عندي سيت اصلا دلوقتي، وده يعني السيت اب ده مش هثبت عليه بس هو سيت اب كده ايه اللي هو عايزين نخلص يعني ونظبط امورنا ونروح على حاجه. فبس ده كان ردنا على اغنيه انا الملك محمد رمضان. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل اشتراك في القناه ولايك وخش شوف الفلوجات والتحديات والجيمنج، وان شاء الله مقلب قريب. وبس كده كان معكم ايه بفيديو، سلام.